الفل والياسمين، اخوتي اخواتي، اليوم رجعت معكم فكرة بين الامس واليوم. ترحب بكم، واليوم انشات معكم واحد الطاجين ديال البطاطا مسلوقه، مسلقه والكفته. غنقول لكم المقادير. عندي هنا تقريبا نص كيلو ديال البطاطا، كاين نص كيلو كفته، معلقه ديال الهريسه السائله، شويه قزبر معدنوس، الفرماج الاصفر، الثوم، الريوس الثوم اللي بغيتو ديروه حسب الذوق اللي كتعجبو الثومه كاين، الزيت، المائده، لاصوص المطيشه بعد ما سلقتها وطحنتها، كاين الهريسه اليابسه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الزعفران، مليحه، شويه كمون، شويه يبزر. ويلاو معنا نديرو الوجبه نتاعنا اللي غادي تعجبكم ان شاء الله. وفي الاخر نقول لكم المفاجأة اللي وقعت لي هاد النهار. يلا نبداو بعدا نصايب الطاجين ونقول لكم شنو هي المفاجأة، وغنكملو معاكم الوجبة نتاعنا. وهاد الطاجين اول نهار ديالو غادي نطيبو فيه، ودبتو شوية ديال الزيت وخشيتو في الفران حيت خصو يسخن حسب كل واحد شنو كيدير نتاعي، كل واحد شنو كيدير له على هادشي اللي عارفة كيدير الزيت كنشوف في الفران، وكاين حوايج اخرين عديده. المهم انا هادشي اللي معلومات اللي عندي، وانتوما لكم معلوماتكم حتى نتوما وشاركونا بهم في التعليقات باش نستافدوا منكم. ونبداو نديرو تاعنا على هاد الشكل دائري، ثم على حساب يساعدكم الطاجين كي بغيتو تستوي، لكن انا بغيت نستوي على هاد الشكل دائري باش يجي مدور وتجي الكفته باينه شويه الفوق هكا، باش ملي غنديرو الفرماج غيبان. ونستمرو كنستو حتى نساليو الطاجين تاعنا. هانتوما بعد ما قادينا الكفته تاعنا مع البطاطا، هانتوما تشوفو الديكور ديالها كيجا، كيجي زوين منظر. ودابا غندوزو نحكو التومه باش نصايبو الصلصه باش نديروه يطيب. الله تابعونا. ولكن وفين المفاجأة؟ المفاجأة تالتالي عاد نقول المفاجأة، واحد المفاجأة دايما كنديرها، مفاجأة زوينة. يلا التومة تاعنا ونخلطو المكونات اللي غادي نديرو فوق البطاطا، الهريسة، الزعفران، نكبو كلشي بخطرة. نخلطو هادشي حتى يتخلط مزيان، نزيدو التومة، بعد الريوس التومة محبوكين، نزيدو قزبر معدنوس، ونخلطو المكونات. نخلطو التوابل نتاعنا باش يتخلطو مزيان باش نكبوه. وغادي نزيدو واحد شويه د المغي، شويه ماشي بزاف، ندير شويه ديال الزويته، نديرو الصلصة نتاعنا، منديروهاش من الفوق باش ما يضيعلناش المنظر ديال الطاجين، نديروه في الجناب هكا، على ما يسخن الطاجين غادي تبرد كاملة. ودغيا غيطيب هاد الطاجين حيت البطاطا مسلوقة، الكفتة دغيا كطيب، مغاديش تشد الورق بزاف. نتابعونا للأخير، لينا الطاجين وغنديه في البوطاط باش يطيب،
نشعلوا البوطاطا هنا شويه على ما يسخن الطاجين ومن بعد نقصوا غنقصوا الطاجين تاعنا حيت عاد جديد ما خصناش نجهدوا الماء بزاف غير شويه وتابعونا للاخير نسالي الطاجين تاعنا وكلا شهيه مازال ما قلنا لكمش المفاجاه غنغطيو الطاجين تاعنا بهاد الغطايه ومن بعد ملي نتلاقاو غادي نقول لكم المفاجاه اللي وقعت الله معنا هانتوما بعد ما غلا الطاجين تاعنا تكون حلو بزاف بزاف هانتوما كتشوفو الطاجين دابا بدا كيغلي واحد شويه غنديرو الفرماج ندخلو الفران كي دغيا يجي زوين زوين سمحولنا على شهيناكم هادشي لذيذ او مرحبا نتوما تاكلوا معنا تذوقوا معنا الطويلجين يلا تبعونا الى الاخير بعد ما طاب هانتوما كتشوفوا الطاجين طاب غنديروا الفرماج دابا نديروه في البلايص ديالو طاجين سخون غادي نديرو هكا نحاولو نجربو باش ندخلو الفران تحمر شوية ندخلو الطاجين تاعنا للفران يتحمر شي شويه باش يدير الفرماج واحد 5 دقائق واحد شويه هانتوما كي جا الطاجين تاعنا هانتوما كي جا بعد ما دخلناه كامل 2 دقائق في الفران وهانتوما الفرماج داب وباين لذيذ 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 ومرحبا بكم تفطروا معنا بهذا الطاجين الشهي وما ندخلوش عليكم وكنتمناكم تجربوه كيجي كبير وسهل دغيا كيطيب ما كيتعطرش في الطياب ولا عجبتكم الطاجين شاركونا وديروا بارطاج مع العائله ديالكم باش يوصلكم كل جديد وديروا لايك والابوني كنشكركم مشاهدين ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر والى اللقاء السلام عليكم احبكم في الله ديروا لايك ديروا ابوني اشتركوا في القناة فكرة بين الامس واليوم كنشكركم نتوما هاد الطاجين تاعنا وغادي نقول لكم دابا المفاجاه اللي كنت غادي ننساها هانتوما تشوفوا هاد المفاجاه تهرس لي الغطايه تهرست لي جيت نطيبها شوفوا عاد جديد اول مره هي كتهرس لي كنطيب مولفه كنهرس الشقاق واو عاد كتبدل العق الغطايه هانتوما كتشوفوا هادي هي المفاجاه وعاد كتبدل يلا صحه فطوركم السلام عليكم السلام عليكم